يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من بعض الدعاة أنه إذا لم تكن أصابع اليدين والرجلين باتجاه القبلة فإن الصلاة غير صحيحة، فهل هذا كلام صحيح؟ لا، هذه مبالغة. كونه يوجه أصابعه إلى القبلة، أصابع اليدين والرجلين، هذا سنة، سنة وليس واجبا. فقوله أن لا تصح صلاته هذا غلط، تصح صلاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لأن المهم أنه يضع يديه على الأرض ويضع أطراف قدميه على الأرض، هذا هو المهم. وأما توجيه الأصابع هذا سنة. نعم.